خلينا ننتقل لموضوع إبحار في شاطئ الإبداع مع أمل النو جبريل. الموهبة طبعا هبة من رب العالمين، وهبة أو أمل تعددت عندها المواهب، ولما يكون عندك أكثر من موهبة هنلاقي أنك شخص يطلق عليه فنان وإنت بتستحق اللقب ده. خلينا نتعرف على هبة أمل. هبة من الله دي علقت في مخيفة، معلش. أمل النو جبريل، مرحبا بك وسعيدين بك. أهلا بك، أنا أمل النو علي جبريل، درست وسائط متعددة جامعة غاردن سيتي، مالتي ميديا. أيوة مالتي ميديا، وشغالة في مجال إنتاج الإعلام ككل، اللي هو في مجال الإخراج والتصوير والمونتاج والإعلانات. حلو، هي كلمة ملتي ذاتها اللي هي متعدد، فبتترك لك مجال كبير لأنه الشخص ده يكون بيفهم في الإعلانات، بيفهم في الجرافيك، في المونتاج، في غيره. طيب أنت نعرف تجربتك مع المالتي ميديا، وحاليا شايفة يعني معظم الشباب بيجوا متجهين لاتجاه المالتي ميديا. أيوة، هي قراية جديدة دخلت على السودان، يعني تقريبا الجامعة اللي أنا درست فيها اللي هي جامعة غاردن سيتي كانت هي أول جامعة بدتها في 2003. فهي يا هم مجال بتاع الإعلام كله والتصوير والحاجات دي، فعلا هو العالم بس كل مرة ماشي للقرايات الزي دي أكتر، لأنه ماشي في تطور وفي إنك أنت تعرف كم حاجة مع بعض كمان. طيب، اللي هي بسموها ون مان شو، يعني ون مان شو. حلو، طيب لما نقول مالتي ميديا، إحنا بنلاحظ الطالب الدارس للمالتي ميديا ممكن يا أستاذ أمل يعمل أكتر من حاجة بنفسه. يعني في السابق لا، انت عشان تعمل اعلان حتجيب مذيع يركب لك الصوت او ما يسمى بالفي او الفويس اوفر، وتمشي لشخص يمنتجه بعديها. فحاليا بنشوف دارس المالتي ميديا بيعمل زي ما قلتي وان مان شو، بيعمل حاجه كلها مع نفسه. ايوه، احكي لك تجربه. انا اول اعلان اشتغلته كان تمام. اول اعلان اشتغلته كان ما يعني انا عملت فيه السيناريو، لانه نحن درسنا كيف نعمل طريقه السيناريو والحاجه. بديت من الفكره، كتبت السيناريو، صورته انا، ما احتجت الا اللي هو مساعد الاضاءه في الاعلان بتاعي، يعني كان بس عندي زول مساعد الاضاءه، واحتجت اللي هو مذيع اللي اسمه حبيب الله يطراه بالخير، هو كان عامل لي الفويس اوفر، الباقي كله انا، تصوير اخراج مونتاج. انا لازم احييه، حبيب ولا محمد حبيب؟ محمد حبيب. محمد حبيب السعيد. محمد حبيب السعيد، بقول لك مساء الخير يا محمد من هنا. جميل. فسبحان الله، يعني كل الحياه دي بعد ما تدرس وبعد ما تعرف وكده بتبقى فعلا انت بتعرف من كل حاجه. بعدك انت بتنمي موهبتك دي لحد ما بتصل لانك انت بتبقى زول بروفيشنال في اي حاجه، يعني مسكت الكاميرا بتكون بروفيشنال، مسكت الاخراج. حتى قبل كده كان عندي برنامج بتاع اسمه حريم في الصميم في قناه اسمها اكسير الفضائيه، برضو من هنا بحيي دكتوره ديلا عواض لانها هي كانت على راسها. فكنت انا يا هو بنختار من الاعداد وبعدين التصوير، حتى في المونتاج الالوان الحاجات، البرنامج بيكون شكله مختلف. ليه؟ لانه نظرتك انت شامله بتكون لكل الحاجات. طيب جميل، دارس المالتي ميديا وانت حضرتك نموذج عندي ونموذج مشرف جدا، وتعامله مع بقيه البرامج المختلفه. هسه انت ذكرتي كتابه سيناريو، تصوير، اضاءه، مونتاج، دي كلها برامج احنا عندنا. تحيه للشباب الموجودين معانا. أيوة، شايف الجيش اللي شغال. أيوة، ورانا في الحلقه عشان. أيوة، نطلع بالجمال والألق ده. فكرة الدارس للمالتي ميديا وطريقة تعامله مع البرامج الكثيرة المختلفة دي. طيب، أول حاجة أنت لما تعرف أي حاجة أساس شنو تقدر تمشي عليها. أنا مع التخصصية لأنها بتخلي زول بروفيشنال أكثر طبعاً. يعني أنت لما تتخصص في التصوير بتكون حس، أنا عن نفسي مثلاً ماشي في التصوير الفوتوغرافي أكثر من باقي المجالات دي كلها. لكن زي ما بقوله، مش بقول لك أينما وقع نفع، ده ظل المالتي ميديا. اللي هي انت مثلا في التصوير لانه عارف اساسيات اللقطات اللي هي بتبدا من اكستريم مثلا لونج شوت لحد ما تخش في الاكستريم كلوز اب شوت مثلا، عارف انواع اللقطات كلها شنو، عارف اعدادات الكاميرا اللي بتتكون منها اللقطه، عارف ان انت لما اضاءتك تكون ضعيفه المفروض تعلي شوف الكاميرا كيف تتصرف، كيف تستعين باضاءه خارجيه متين، دي كلها انت بتكون حاجات انت عارفها. فده الفريق. عشان كده مثلا المالتي ميديا برضه بيصلح لشنو حاجه ثانيه. عندنا ناس حاجه ماده مهمه شديد بدرسها اللي هي بيسموها هاو تو ران اس ام اي، اللي هي كيف انت تدير مؤسسه اعلاميه صغيره. ليه؟ لان انت لما تكون عارف التصوير، لما نيجي نتكلم معك مثلا مصور يقول لك مثلا اثناء ما نصور الكاميرا دي حصل لها دروب في حته، انت تكون فاهم الكلام ده شنو. فيعني زي ما تقولي كده، لما تكون عارف زي ما قلت لك الصيحة بتقدر تمشي فيها كويس، تنمي الموهبة. يعني صور بتتعرض على حاجات شاشة أو على الهواء حاليا. أيوة، أطلب من مخرجنا أحمد شكلاي لو يدينا لا شوية. شكرا يا أحمد، كأنه اخترت لوحة كسلة يا أحمد إذا أنا شايفة صح. أيوة. جميل، دي كلها صور فوتوغرافية من السودان هنا. في بورسودان دي ولا هو في الشرق؟ أيوة في الشرق. جميل،
دي صور فوتوغرافية. انت اللي ماخداها. ايوه. طب انت ذاتك ملتي ابداع. يعني عندك غير التصوير تجربه، هسه قبل شوي تعرفنا عليه، وانت عندك تجربه في كتابه السيناريو للاعلان. مشيت في اتجاه الاخراج برضه؟ مشيت في اتجاه الاخراج. يلا احكي لنا، الاخراج ده ما بيجي يجمع الحاجات دي كلها، التصوير والاضاءه والمونتاج، في الاخر على راس الفريق العامل ده بيجي المخرج. فتجربتك مع الاخراج حابين نسمعها. طيب، اول ما تخرجت من الجامعه، انا حاليا شغاله في الجامعه لحد حسي، يعني بالرغم من انه انا مشيت للعمل الخاص، لكن لسه شغاله في الجامعه استاذه، بس رئيسه قسم البرودكشن ما شاء الله، الانتاج في كليه الوسائط المتعدده ما شاء الله. فالمخرج برضو ربنا يرحمه عبد الرحمن، ربنا يرحمه ويغفر له، كان شاف فيلم بتاع التخريج، قام قال لي ما ممكن زول متخرج يكون اول فيلم يعمله يكون يعني ده فيلمه يعني، انت اللي عملتي الحياه دي كلها؟ قلت له انا عملت الحياه دي كلها، انت صورتي؟ قال لي تيجي تشتغلي معانا. فعلا ادوني زي كم اسبوع كده، انا ما اخذت وقت الحمد لله، اسبوع واحد تقريبا، وروني كيف اقعد على الميكسر. اول حاجه توزيع الكاميرات واللايت والحاجات دي انا كنت شايفاها وعارفاها بحكم قعدتي في القناه يعني. فوراني بس الميكسر بتاع الانتقال من لقطه للقطه، كيف بننزل التتر بتاع الاسم، كيف بنعمل الحياه دي. فالحمد لله من اول قاعده ليا هو كان قاعد جنبي يعني عشان يشوفني انا شغاله كيف، من اول قاعده لي انا اخرجت البرنامج كله من اي تو زد ما شاء الله. معناته انت حابه الفكره. انا من هنا بحيي مخرجنا احمد شكلاي حلقه اليوم، حابه الفكره، لكن بعد ده كله بتقول لي انه التصوير اقرب لقلبك، ليه اخترتي فكره التصوير عن الاخراج، او ليه فضلت التصوير على الاخراج؟ طيب سبحان الله، انا من قبل ما اخش اصلا الجامعه واتخصص في الملتيميديا انا كنت بحب التصوير من زمن الموبايلات الزمان، بقعد اخواتي في الارض كده واروج عليهم حاجات واصور. هذا شغل مخرج، تقعد الناس كلهم يلا دقيقه اصوركم، يلا دقيقه اصوركم واعملوا كده وسوي، من زمان يعني بحب الحاجه سبحان الله. وانا بشوف برضه انه حياتي ورثه من ابوي زي ما قلت قبل كده، وبقولها ابوي كان بحب التصوير شديد، كان مهندس معماري ربنا يرحمه النوع الكبير، فهي موهبه وجيت انا نميتها ياهو بالقرايه، فعشان كده حبي ليها اكثر يعني من الحياه الباقيه. جميل. طيب احنا في السودان الصور اللي قبل شويه شفناها، بقول لهم لو كل شخص عنده تليفون، واغلب الناس بقت عندها تليفونات ذكيه، بس لو اخذنا السوشيال ميديا دي لو ننعيشها بس بصور ولقطات من السودان، احنا ممكن نعكس ثقافه كبيره. انت الصور اللي جبتيها من البحر الاحمر او من بورسودان؟ من بورسودان. انا زرت بورسودان على كم مره، فيها جمال كده ما طبيعي. انا قاعده يعني لك تتخيل ان انت السودان. ان انت برا السودان. أيوه. لو أيوه. اخترت انك تمشي لها في فصل أيوه. الشتاء او الربيع، ايوه، او بدايه الشتاء كده ده مع نهايه الخريف، غايته اركويت دي السحب كان بتمشي فينا، نحن مشينا كان مع الجامعه وسط الطلبه، السحاب بيجي ماشي فينا كده والحته كلها خضراء، ما بتحس انك انت بجد انت برا السودان يعني. بجد احنا عندنا حياه كثيره مهملينها. الصوره تقريبا اللي هسه احنا شايفينها دي في اركويت. أيوة. هي في شرق السودان. أيوة. في السودان. أيوة. بالتحديد بالضبط. ودي برضو في اركويت. دي ما في اركويت، دي وين؟ دي في سواكن. سواكن تقريبا. ايوه سواكن. جميل. دي في اركويت. دي في اركويت. ايوه دي في سواكن برضه. طبعا مخرجنا الليله من الشرق، فما تتخيلي انا يعني بستعين به، وحاليا انا بغشش فيه تجمع بين الحداثه وين. أيوة. شكرا لك. أيوة. يا احمد، هو من شرق السودان. أيوة. فحافظ المناطق دي عن ظهر الغيب زي ما بيقولوا. بصوره تجمع بين الحداثه والجبال بيورج زي ما شايفه، والمرايه بتاعت جميل جميل. معناته التصوير اقرب لقلبك. طيب اذا حتمشي في مجال التصوير، مجال التصوير ده ما كثير، في البورتريه، في الطبيعه، في المناسبات، العدادات الاكثر طبعا. انا حابه اعرف امل، عندي فضول كده، امل حتمشي وين في مجال التصوير؟ طيب لو قلت لك انا برضه ملتي ميديا في التصوير حكون ما كذبت، شغاله من بدري في موضوع الويدنج اللي هو الاوت دور والاندور والحياه دي كلها، لكن حاليا اكثر حاجه يعني ماشيه فيها اللي هي تصوير الاكل، الفود فوتوغرافي، اللي هي اصلا عندي مجله اسمها مذاق خاص، من هنا بحيي الشيف سعاد العبيد. مجله انا بصور الصور بتاعتها من ايه؟ من الغلاف للغلاف. طيب تصوير الاصعب شنو؟ الاطعمه. مع انه الاطعمه اصعب؟ ليه؟ طبعا. لانه انت مفروض تجيبي الحاجه دي فريش، مفروض تاخدي الالوان
زي ما مطلوبة. تصوير الإعلانات في الكواليس بيكون في شوية لعب كده في المنتج. بالضبط، غير اللعب. أنا يلا والله ما قاعدين نلعب، قاعدين نجيب الحاجة زي ما هي. تشوف الحاجة وتمشي. أنت عارفة لو نحن يعني عايزين نعمل الحاجة بطريقة تجارية فعلاً، أنت عارفة البرجر والحاجات اللي بيعرضوها عامة دي، هي بتكون هي أصلاً في اللين وحاجات مضروبة بوهي وكده. لكن تخيل إحنا أي صورة عندنا هي صورة طبيعية زي ما هي. عشان كده أنت بتكوني مجهزة، يعني مثلاً لما نمشي أصور للمجلة أول حاجة بكون محضر اللوكيشن بتاعته على التصوير بالضبط، أنا عايز أصور الصحن ده أخده وين. هي لما تكون بتحضر في الحياة أنا بكون جهزت السيت أب من A to Z، عندي الكاميرا اللايت الحياة كلها. قهوة من أجمل الحياة دي، بطيخ تقريبا. بالضبط، أيوه جميل حلو. الصور دي كلها من تصويرك ما شاء الله. أيوة. والتفاصيل زي ما هي لازم تكون حقيقيه وطبيعيه. بالضبط. من غير اي مؤثرات. بالضبط. ايوه التصوير بتاع هو خليني اقول انه اصبحت يعني زي ديدن كده بيمشوا على، يمكن الفوتوغرافر هم اللي صنعوا الحاجه دي. حرجعك ثاني للمحور بتاع الويدنج او التصوير المناسبات، يعني بقت هسه في زي ثقافه اسمها الاوت دور او التصوير الخارجي. أيوة. اي عروس تكون حريصه على انه صور الاوت دور دي تكون اهم من الصور الصور. هي طبعا لانها جميله والعرسان بيكونوا على راحتهم، لانه برنامج ما زي العرس. يعني مثلا لو قلتي بتاخذي لهم اول حاجه دقيقه، طيب نبدا انه الاوتدور اللي بقى مهم. التصوير بتاع الاستوديوهات بقى تقليدي شديد، حيجيبوكي نكون واقعيين، ورانا سلم مثلا، ورانا حاجه، صور تقليديه ومكرره. في النهايه الاوتدور انت مهما صورت في اي حته، حتى لو بتصور كل يوم الليله في الجنينه بتاعت مثلا اس 24 دي، كل مره انا هاخد اللقطات بحته مختلفه، زاويه مختلفه كده، الصوره ما بتكون نفسها، ما بتكون التكرار الكثير ده ما في. تمام. فعشان كده يعني هي لو ما كانت جميله ما كان الناس اتجهت لها. التصوير بالعشره بقى تقليدي طبعا. الاوتدور بتروح لك مساحه اكبر، بديك مساحه أي حتى لو المكان ثابت. ايوه، والتجديد ما انت بتختار زوايا مختلفه في النهايه، كل مره في زهرة مختلفة، في حتة مختلفة أنت بتوقف فيها الناس، في أنوار بيستعينوا بها بقى في الباك جراوند عشان تعمل البوكيه بتاع اللايت والحياة دي. دي كل حياتي أنت بتستعين بها، كل مرة بتجدد تزيح الأنوار دي تجيب ألوان جديدة، تعمل ألوان بالجنبات. حتى الأوتدور لو لاحظت بقى ما عصر بس، بقى بالليل كمان لاحظت الأسطوات. أيوة. بقت أوتدور بالليل، فمحن هو الأوتدور معناه إنه يكون قبل غروب الشمس طبعا. مع ضوء الشمس. لكن طبعا لضيق الوقت وعشان مثلا الجو بتاعنا سخن شديد فبيبوظ الميك اب وبيبوظ العرسان الهدوم والحاجات كثيره كده، فبقت الناس تتجه برضه للاوتدور يكون قبل العرس طوال. جميل. طيب حضرتك قلت لي انك استاذه في جامعه جاردن سيتي. أيوة. طيب ليه مدى حاسه ان الموضوع ده بيثقل في تجربتك او في مواهبك اللي انت استقيتيها من الجامعه وحاليا انت بتدرسي فيها او بتديها لطلاب بعد خبره طويله، انت مريتي بخبره وبعد ذاك جاي تفرغ الخبره دي؟ طيب انا حوريك السبب الاساسي. السبب الاساسي انه للاسف الشديد هنا في السودان ما بقول دراسه الاعلام عامه، لكن بقول المالتي ميديا ما فيها شباب. شباب يعني شنو؟ شباب يعني ابديت، يشتغلوا بالكاميرات الجديده، عارفين الجديد الحاصل شنو في السوق كده. كلهم ناس بيكونوا خبرتهم ما شاء الله يعني كبيره جدا في المجال، لكن برضه احنا محتاجين لشنو؟ خبرات بتسقل خبرات بتسقل خبرات. يعني احنا درسونا ناس فطاحله يعني في مجال الاعلام والحياه دي. فانا حاسه انه اول حاجه التدريس بخليك متجدد، لان انت المفروض تدي الطلبه دي معلومات تكون ابديت، لانه المالتي ميديا اهم حاجه فيها انك انت تكون شنو؟ زول متحدث يعني وعارف الحاصل شنو، مواكب. تمام. ثاني حاجه انت بتكون كل مره بتعرف معلومات كثيره. ليه؟ لانه انت محتاج لو سالوك اي سؤال انت لازم تجاوب عليه. يعني التدريس انا ما عارفه اقول لك انا لقيت نفسي فيه، لكن سبحان الله بيه قريب شديد لي قلبي يعني. جميل. انا تسربت لي معلومه. هو العنوان ده ما جاء من فراغ، امل النو ابداع في شاطئ ابحار في شاطئ الابداع. تسربت لي معلومه ان انت بتعزفي وبتعزفي ايقاع واورجن، صح؟ صح. دي قصه ثانيه برا. طيب نشوف قصه ثانيه. وبغني كمان. احنا حنورطك، الزمن باقي لنا كم عشان نشوف ممكن نطلع منها باكبر قدر من باقي لنا 5 دقائق حتتورطي. يلا طيب نعرف قصتك مع العزف. يعني ما في علاقه ما بين الايقاع وما بين الاورجن ده داير له زول صافي كده. الايقاع دي ممكن تبع نفسك، الكهرباء قاطع، اي حاجه. انا تقولي مع الموسيقى عامه. اوكي. انا الموسيقى عامه بحبها جدا وبتطلعني من المود، يعني انا لو زهجانه لو اي شيء وسمعت اغنيه بحبها او كده بطلع من المود. حلو. تماما يعني تفصلني. فسبحان الله انا من صغيره في المدرسه ما بحب القرايه والحياه دي، قاعده اقولها دائما، لكن بحب المسرح. صريحه. بحب طابور شديد، بحب المسرح، بحب طابور الصباح،
الموسيقى بتاعت الطابور انا كنت بعزفها في المسرح، انا البطله بتاعت المسرح، المناشطه الرياضيه، كره اليد، كل الحياه دي انا كنت مشاركه فيها. فمن زمان انا بحب الموسيقى وبكتب برضو شويه لكن ما كثير يعني. الا يكون عندي حاجه معينه عايزه اكتب لها بكتب لها يعني شعر. وعارفه انه خامه صوتك اذاعيه صحيح؟ دي جات حسب من الكنترول، فلو ما مكتشفه الحته دي انا شايفه اكتشفيها، لكن كمان انت ما تضايقينا في الاعلانات من فضلك، اكتبي لنا انت السيناريو واخرجي لنا، خلينا احنا نشتغل الاعلانات تمام؟ اسمع ملتي ميديا لكن ما تضغطي علينا. انا ما ملتي ميديا كده مش انا بالضبط، انت ملتي ميديا لكن ما تضغطي علينا. حلو ممتاز، اكتشاف جديد. طيب ما جربت تغني؟ سوري تذيعي؟ في او او تذيعي او اي حاجه؟ ما جربت، لكن زمان كان عندنا اساينمنت في الجامعه، برنامج اسمه كان عملناه و حاجة كده الشباب، نسيت حتى أصاين، بس يعني طلبوا مننا الأستاذ وكنت أنا فعلاً زملائي اختاروني أنا ومعنا يعني معي زميلي اسمه منير، فعلاً كنا إحنا أذيعنا البرنامج ده. أوكي. لكن هو كان يعني بس سلمناه للأستاذ وكده، ما استهوتك الفكرة ما مشيتي فيها؟ لا لا خالص 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 تمام. طب رأيك شنو نسمع أمل وهي بتغني؟ لا دندن على خفيف. يلا أوريك. بالنسبة للموسيقى شفتي والغنى والعزف والحاجات دي كلها يعني اوطي في اوطي زي ما نقول يعني انا اوطي عندي فيها عود وبي اورجن والالات الموسيقيه دي كلها وايقاعات واي حاجه، لكن ما بطلع من برا الاوضه يعني الابداع ده كده كله بس مع نفسي. ايوه بحب مع نفسي. ما حيجي يعني يوم ونسمع امل كده وهي بتدندن؟ والله ما ظنيت يعني بالواضح كده. لا هسه رفضت الفكره، رفضت الطلب. مرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا أمل إنه شرفتينا كثير، وبتوفيق لك إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم جزيلا وإن شاء الله نكون كنا خفيفين. سعدنا بك وبتوفيق إن شاء الله. أنت ما شاء الله إنسانة موهوبة، فأنا بتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا.